يعني مثلا كيف اعرف انني احب الله سبحانه وتعالى اكثر من اي شيء اخر؟ ايش انت الحين قلت قبل شوي ايش قال لك العجيري؟ سمعت ايش قال العجيري؟ نعم. هذا يذكرني لموقف لاحد الصحابه ظن خباب بن الارت الى مكان واحد قبض عليه طبعا المشركون وجابوه صلبوه في قريش في مكه قبل غزو مكه وقبل فصالبينه فقال له يا خباب أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنك آمن في أهلك؟ قال والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد يشاك بشوك. يقول بس لو خيروني أني أنجو من هذا المكان وشوكة يقول لا اقتلوني. يقطع وقام يقطعون قطع قطع فهمتني؟ بس الرسول لا تجي شوكة في مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت عشان تنظر لي فعلا المحبة الحقيقية لمحمد عليه الصلاة والسلام الله اختبرنا بآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي يدعي المحبة لله جل وعلا ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نفسه في الاتباع فاتبعوني. لذلك انظر صدق المحبة هي الاتباع لسنته لهديه لشريعته عليه الصلاة والسلام. هنا المحك هذا الاختبار هذا المقياس فهمتني؟ ولا كل واحد فينا يقولها يفد الروح الرسول بروحه أقطع أشلاء ولا تجي شوكة بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى نفسك فيما هو أقل في سنته في هديه في طاعة انظر إذا كان حصل عندك تقصير في الأقل إذن والله نخشى أن ندعى نخشى أن ندعى. وكل واحد منا يعرف مقياس حبه كل واحد أنت وأنا نعرف مقياس حبه. بعض الناس الذي قد أعطاه الله الدنيا ما وده لأنه يخشى أنه لا خلاص تعلق بالدنيا. قبل شوي الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم بعض الناس خلاص أصبح عبدا لأنه ما قدمه بس مسألة حبه لله الرسول لا بل حبه لله قدم المال على ليس محبة النبي بل محبة الله. ذاك سماهم رسول الله عز وجل قبل ذلك مشركين ما ينفعهم حبه من ربهم ما ينفعهم حبه من ربهم. لذلك أنت المقياس مقياسك في قلبك مقياسك في حياتك مقياسك في اتباعك تعرف فعلا حبك الحقيقي الصادق. نختم عند الموضوع الثاني عند طيب دقيقة عشان الموضوع الثاني تفضل قول يا شيخ السن المناسب للزواج كم تقترح؟ والله شوف هي تعود كويس صمر في الزواج ما يا ليت إن شاء الله هي تعود للإمكانيات.